مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التاسع. الحقيقة أنه المؤسسات الدولية كلها بتحذر من مسألة الاجتياح البري لرفح، ويعني شايفين إصرار من جانب نتنياهو على هذا الاجتياح، ورغم الحديث عن الكارثة الإنسانية اللي ممكن تحصل بعد هذا الاجتياح، والحقيقة مش بس في رفح، للمنطقة كلها في إصرار وتعنت إسرائيلي على هذا الاجتياح. على الجانب الآخر تقف القاهرة دائما وتكون صوت العقل، تقود المفاوضات ما بين الجانبين، والحقيقة ده مش من بس يعني بداية هذه الحرب على غزة اللي دخلت يومها 210، لأن دايما مصر بتحاول أنها تتوصل لتهدئة، دايما مصر كانت هي اللي قائمة على الإعمار في غزة، وده الحقيقة يمكن بيقول لنا دايما أنه بلدنا كانت على صواب من البداية، عارفة كويس قوي خطورة التصعيد اللي يعني هيكون كوارثه لا يعني تعد ولا تحصى. أساسا هذه المنطقة اللي هي رفح ما تشيلش 200,000 واحد، هي دلوقتي فيها يعدي 1.5 مليون، كل الإغاثات والمساعدات الإنسانية بتدخل لهم من خلال معبر رفح. لو كل ده حصل الناس دي هيحصل فيها إيه؟ وده يمكن كل المستويات الدولية النهاردة وكل المسارات الدبلوماسية بتتحدث عنه، إنه ده المسار الإغاثي الوحيد للناس دي. العالم كله هنا أنظاره بتتجه للقاهرة اللي بتقود مرحلة متقدمة من المفاوضات للوصول للهدنة. خلينا نروح مع حضراتكم لتصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اللي قال إنه التوغل الإسرائيلي في رفح ممكن أن يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله. وقال كمان المتحدث باسم مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في مدينة جنيف النهاردة الجمعة إنه الاعتداء الإسرائيلي هيشكل ضربة قوية لجهود المساعدات الإنسانية بأكملها اللي تدار في المقام الأول من قطاع غزة، وده اللي كنت لسه بقول لحضراتكم عليه من شوية. وضح كمان انه العمليات هناك بتشمل العمليات الاغاثيه، تشمل وجود عيادات طبيه، نقاط توزيع للمواد الغذائيه، كل ما هو في شكل انساني، ومراكز رعايه للاطفال اللي موجودين وبالفعل اصلا بيعانوا من سوء التغذيه هم والكبار اللي موجودين. الوضع اصلا ماساوي للناس هناك، لا يحتمل اي عمليات اجتياح بري تتحدث عنها إسرائيل. خلينا نروح للباحثة السياسية ومحللة في الشأن الخارجي هديل عويس. مساء الخير على حضرتك، تحدثينا من واشنطن. يعني المنطقة والعالم والمؤسسات الدولية تحذر من مغبة هذه العملية العسكرية للاحتلال في رفح الفلسطينية، هل وصلت هذه الرسائل إلى إسرائيل، وإلى أي مدى يعي الداخل الإسرائيلي خطورة هذا الاجتياح البري لرفح؟ نعم، شكرا لك على الاستضافة. طبعا حتى الولايات المتحدة الحليف والشريك الأبرز لإسرائيل اليوم تحذر من عملية رفح، وإدارة جو بايدن أبدت رفضها وقلقها من هذه العملية لما لها من تداعيات، أولا إنسانية على الشعب في غزة، على المدنيين في غزة، وأيضا تقلق واشنطن من تداعيات هذه العملية على الداخل الإسرائيلي، على الجيش الإسرائيلي. تعتقد واشنطن أنه سيكون هناك قتل كثر من الجيش الإسرائيلي في مثل هذه العملية، وبالتالي تخشى واشنطن من أن تصطدم إسرائيل بفشل عسكري كبير من جراء هذه العملية. وبالتالي هناك فعلا إدراك لخطورة هذه العملية، ناهيكي عن أن اليوم ارتدادات الاحتجاجات والرفض لهذه العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة عموما وصلت هنا إلى الداخل الأمريكي، إلى الشارع الأمريكي. نرى يوميا احتجاجات كبيرة يتسع نطاقها في الجامعات الأمريكية، وبالتالي نعم هناك قلق واسع النطاق اليوم من الداخل. بالحديث عن الشارع الأمريكي أستاذة هديل، بالحديث عن الشارع الأمريكي، هل تري تغيير قوي في الموقف الأمريكي، حتى وإن كنا نتحدث على مستوى الشارع الأمريكي من القضية الفلسطينية وبالتحديد من الاجتياح البري لرفح؟
ربما في هذه الجولة من المعارك والصراع الفلسطيني الإسرائيلي رأينا أكثر من أي وقت مضى ارتدادات ما يحدث في الشرق الأوسط على الشارع الأمريكي. رأينا احتجاجات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، تحديدا من فئة الشباب ترفض السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل وتطالب جو بايدن بتغييرها. رأينا أيضا هذا ينعكس في الانتخابات المحلية في بعض الولايات، مثلا ولاية ميشيغان التي تنتشر فيها جالية عربية ومسلمة كبيرة أرسلت رسائل تحذير لجو بايدن تطلب منه تغيير سياسته تجاه إسرائيل. وبالتالي يعني أعتقد هناك وصول غير مسبوق للصوت الفلسطيني إلى الشارع الأمريكي اليوم. وكيف يعني تقرأي الموقف المصري لمحاولات الوصول إلى هدنة ويعني المفاوضات المستمرة للتوصل لهدنة ووقف إطلاق النار في هذا الوقت الحرج؟ طبعا الدور المصري هو دور محوري وأساسي بالنسبة للقضية الفلسطينية وما يحدث اليوم في غزة، ومصر اليوم هي شريك أساسي. تراه الولايات المتحدة سيلعب الدور الأبرز في إمكانية التوصل إلى هدنة لعدة أسباب، طبعا كون مصر هي من أحد أهم شركاء الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، هي يعني على الحدود مع غزة وتتأثر أيضا بشكل كبير فيما يحدث بغزة، وأيضا لثقل مصر الخارجي والسياسي والاستراتيجي في المنطقة. لذلك يعني قطعا سيكون هناك دور محوري لمصر في التوصل إلى هدنة، وربما أيضا يفتح الباب لدور مصري أكبر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. والحديث الدولي اليوم عن أهمية الاعتراف بحكومة فلسطينية ودولة فلسطينية، ولكن مع إجراء تغييرات في الحكومة الحالية. يعني وإن كنا نتحدث عن أي مكتسبات لما حدث في 7 أكتوبر، فهو الحديث عن مسألة إعادة طرح القضية الفلسطينية عالميا مرة أخرى. اليوم في واشنطن يعني بعد أن غابت فعلا أي دعوات للحديث عن إقامة دولة فلسطينية، وكان التوجه أكثر نحو إقامة المزيد من اتفاقيات السلام والتقارب بين الدول العربية وإسرائيل بمعزل عن القضية الفلسطينية، فعلا عاد إلى الساحة الأمريكية والغربية الأوروبية الحديث عن ضرورة إقامة دولة فلسطينية والتركيز على لب المشكلة. لب المشكلة هي الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل، وليس صراع بين أي دولة عربية أخرى وإسرائيل، لأن هناك يعني الكثير من الدول العربية التي ليست في حالة صراع مع الجانب الإسرائيلي، وكل المشكلات والقلاقل التي تحدث فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هي تحدث في الشارع الفلسطيني. وبالتالي أعتقد أنه نعم التركيز اليوم سيتجه إلى الشارع الفلسطيني وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من المنظار الفلسطيني وليس غيره. انقسام داخلي إسرائيلي حول عملية الاجتياح البري لرفح، برأيك أي كفة يعني ستربح هنا، وإلى أي مدى الموقف الدولي سيؤثر على القرار الإسرائيلي؟ يعني من الواضح أن نتنياهو لا يأبه كثيرا بالقرار الدولي، حتى القرار الأمريكي، يعني مع أن الولايات المتحدة هي شريك وحليف داعم أساسي لإسرائيل، نتنياهو أخذ الكثير من الخطوات في هذه الحرب التي هي عكس وضد ما اقترحته الإدارة الأمريكية، وهو أيضا أصلا تحت ضغط هائل من ناحية حكومته، هي حكومة يمين متطرف، والمؤيدين والناخبين لهذه الحكومة هم اليمين الإسرائيلي الذي يصر على ضرورة إبادة حماس بشكل كلي بعد ما حدث من هجمات في 7 أكتوبر، ولكن من ناحية أخرى هو أيضا تحت ضغط شعبي كبير. قطاع واسع من الشعب الإسرائيلي اليوم يولي أهمية وأولوية لاستعادة كل الأسرى المدنيين الموجودين لدى حماس، يريدون تهدئة أكبر، لا يريدون أن تزيد تداعيات هذه الحرب من ثقل همومهم الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية داخل إسرائيل. وبالتالي هو فعلا تحت ضغط هائل، وربما يعني خلال الفترة الأخيرة كلها التي كنا نسمع فيها حديث عن عملية رفح تغيرت آراء الحكومة وتوجهات الحكومة حول ما ستفعله عدة مرات. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، الباحثة بالشؤون الخارجية، شكرا جزيلا هدية العويس، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا على وجودك معنا. نروح مع حضرتكم لفاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا. We'll be right back.
اهلا بحضراتكم من جديد، وكل سنه وحضراتكم بخير، ودايما يا رب افراحنا واعيادنا واحده، ودايما الفن هو يعني لغته كلها فرح وبهجه، ووجود حفلات في كل المحافظات ده شيء مهم جدا. العدالة الثقافية حاجة مهمة بتفرق جدا، الأجيال اللي بتتربى وبتشوف الدولة مهتمة بيها وبتشوف الفن يوصل لروحها وتستمتع بيه طول الوقت، ده بيفرق كتير. ومتهيألي احنا شفنا الفترة اللي فاتت لما كان بيبقى فيه حفلات في المحافظات، يمكن كانت مشاهد أنا مش ناسيها، مع إن الحفلة عدى عليها يعني حبة حلوين، مشاهد أهالينا وهم واقفين في الشبابيك اللي مش حاضرين الحفلة، ما جابوش تذكرة وحضروا حفلة، لكن واقفين في الشبابيك حوالين البيوت اللي فيها الأماكن اللي مقام فيها الحفلة، ضحكتهم من هنا لحد هنا وفي منتهى السعادة الحقيقة بالجو الحلو والروح اللي بتخلقها الموسيقى. والفن المصري هو أعظم فن في المنطقة، والفنانين المصريين هم سفراء الفن في كل مكان، فمن حق المصريين يستمتعوا بده. واللي بيحصل من حفلات برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعني شيء قوي جدا، هيلف المحافظات في أعياد الربيع وشم النسيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، علشان نؤكد الريادة الفنية وعلشان تصل العدالة الثقافية والفنية في كل حتة في مصر، وده حق الناس كلها. الحفلات هيكون فيها باقة كبيرة من ألمع النجوم، إن شاء الله تستمتعوا بيها بشكل كبير. وعلى يعني مدى السنوات اللي فاتت شفنا الكثير من الحفلات والمشروعات والمبادرات اللي بتعملها الشركة المتحدة، الحقيقة هي مستمرة في إطلاق كل هذه المبادرات اللي بتدعم الفن المصري وبتؤكد الريادة الفنية المصرية. وزي ما بقول لكم، أنا بالنسبة لي بشوف إنه هنا الأهم هو مسألة تحقيق العدالة الثقافية وتأثير ده على كل الأجيال اللي بتشوفه. إحنا هنشوف حفلات في كل المحافظات وده مهم، وإدخال البهجة كده والسعادة في الأعياد بحفلات النجوم دول أعتقد هيفرق كتير مع كل الناس. الحفلات هيكون ليها تذاكر هتطرح على موقع تذكرتي، ومواعيدها هتكون موجودة على الموقع الإلكتروني لكل الجماهير اللي تحب تشارك وتروح وتستمتع بالحفلات. خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة هو مسألة أنه الدوري الإنجليزي ابتدوا يعملوا مشروع قرار علشان يحطوا سقف لمرتبات اللعيبة، وفي مجموعة من الأندية صوتت على هذه القانون بتاع القواعد المالية الجديدة لكرة القدم في الدوري الإنجليزي، وده نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. معظم الأندية تقريبا وافقت على هذا المقترح اللي هيحدد سقف الرواتب. اللي ما وافقوش يمكن هم أربع أندية، ثلاثة ما وافقوش وواحدة امتنعت عن التصويت. اللي ما وافقش مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، واللي امتنع كان تشيلسي. والقرار بيقولوا انه هيضمن التنافسيه، والحد الاقصى مش هيتسبب في اي تخفيض في مساله الانفاق عن مستوياته اللي موجوده دلوقتي. مفروض انه عشان القرار ده يطبق 14 نادي من اصل 20 يوافقوا، وده تقريبا حصل. احنا عندنا تقريبا 16 موافقه، وده بيمهد بالفعل انه القرار ده يحصل. ده هيخلينا ما نسمعش الارقام الخيالية اللي احنا كنا بنسمعها في صفقات كبيرة زي نيمار، والأرقام دي يعني ناس تقول ده عادي ودي التنافسية وكل يعني نادي ليه الحرية انه يخلق ده ويشتري اللي هو عايزه، وناس تقولك لا ده بيجي على حق أندية تانية مش بتدي رواتب بنفس الشكل، وناس تقول انه ده ما بيخليش الأندية تفرز لعيبة من الدوري الانجليزي. فخلينا بقى نروح للمتخصصين ونسمع من الكابتن ياسر الشنواني محلل الكروي ومحلل ايضا بالدوري الانجليزي معانا عبر زوم. مساء الخير على حضرتك، اهلا بيك حضرتك معانا من لندن. عايز اسالك على التجربه دي واهدافها ايه من وجهه نظرك، وتاثيرها هيكون ازاي على الدوري الانجليزي وعلى المنافسه فيه. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على الفريق الكروي، سعيد جدا ان اكون معاك. طبعا هتكون يعني هتكون لها تاثير كبير كبير جدا، وزي ما حضرتك اتفضلت وقلت في المقدمه ان في انديه وافقت عليها وفي انديه ما وافقتش. يعني هو 20 نادي في الدوري الانجليزي في البريمير ليج، احنا بنتكلم دلوقتي على البريمير ليج يعني اقوى دوري في العالم، في خمس دوريات كبرى في العالم، الدوري الاسباني والايطالي والالماني والاسباني، والدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم، فاكيد كل الناس بتبقى انظارها
على الدوري الانجليزي. فكون ان يطلع قرار زي ده، لكن هو مش اكيد، لو هو في الاجتماع اللي حصل الاسبوع الماضي قرروا وفي 16 نادي وافقوا وثلاثه ما وافقوش، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، واستون فيلا، واعترض وامتنع عن تصويت تشيلسي. لكن لو هم قرروا في الاجتماع اللي هو بيحصل السنه في يونيو القادم ان هم 14 نادي وافقوا، فاكيد هيتم تطبيق القرار ده. لكن خلينا نتكلم ان القرار ده مش مخصوص بس رواتب اللاعبين، لكن هو قرار بيحدد سقف الانفاق دايما على رواتب اللاعبين، على العملات والفلوس اللي بتاخدها الوكلاء، والاموال اللي بتنفق على الانتقالات، على انتقالات اللاعبين. وعجبني جدا يعني كلام حضرتك على ان زي ما شفنا موضوع نيمار، مش معقوله هيكون في نادي عنده فلوس كتير جدا يقدر يشتري وفي انديه ما عندهاش ما تقدرش تشتري، لكن مش هم بيحاولوا ان هو يخلوا الانفاق يبقى يعني في ما فيش جاب كبير ما بين الانديه الكبيره والانديه الصغيره. يعني على سبيل المثال لو اتكلمنا عن نادي بحجم مانشستر سيتي، الانفاق بتاعه كبير جدا جدا. طبعا مانشستر سيتي حصل على الدوري الموسمين الماضيين وبيحاول ان هو يحصل عليه ثالث مره على التوالي، لكن ويحتفظ بيه، لكن بينفق انفاق كتير جدا. يعني نقص الانفاق على رواتب اللاعبين بس 216 مليون. لو اخذنا نموذج زي لاعب زي البلجيكي كيفن دي بروين، طبعا نجم كبير جدا واسم كبير جدا، راتبه في الاسبوع 400,000 جنيه استرليني. نبص على لعيب زي ألان كامبل في لوتون تاون، راتبه في الاسبوع 8462، يعني حوالي 45 ضعف اللي بياخده كيفن دي بروين. لو شفنا كمان حتى رواتب الاسبوع لكل نادي كامل زي نادي في الدوري الانجليزي لوتون تاون، 112,000 جنيه استرليني، يعني ما حصلوش حتى نص المرتب اللي بياخده كيفن دي بروين في الاسبوع. طيب حضرتك شايف ده هيكون تاثيره ازاي على التنافسيه في الدوري الانجليزي، ويعني تاثيره على التطوير اللي ممكن يحصل من خلاله في الدوري؟ اكيد هيبقى لو تم تطبيق القرار، يعني اكيد هيبقى ليه تاثير. بس ده في نقطتين مهمتين مهمين جدا لازم نتكلم فيهم. النقطه الاولى ان الاجتماع اللي بيحصل دلوقتي للدوري الانجليزي، رابطه الدوري الانجليزي، اكيد في اعتراض من رابطه اللاعبين المحترفين. صحيح، لان ده حصل بالفعل، لان رابطه اللاعبين المحترفين عايزين الاسعار دي تبقى كبيره، لان الاسعار اللي تبقى كبيره دي تبقى يعني في صالح اللاعبين، هتبقى في صالح الوكلاء، هتبقى في صالح المصاريف اللي بتتصرف على انتقالات اللاعبين. النقطه الثانيه ان لازم الفرق الكبيره، فرقه بحجم مانشستر سيتي لما يكون عندها نجوم كبيره جدا زي وولفر، زي دي بروين، زي برناردو سيلفا، زي فيل فودن، دي اسماء كبيره جدا. لما كل الانديه الكبيره عايزه تشتري لعيبه باسماء كبيره، لان ده بيفرق معاها كتير جدا، ان هي نسبه المشاهده، لان بتدر اموال كتيره جدا على الانديه. حقوق البث اللي بتاخدها بتاخد فلوس كتيره جدا، فدي اكيد بتفرق كتير جدا مع الانديه الكبيره. انديه بحجم مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، ارسنال، ليفربول، توتنهام هوتسبير، كل الانديه دي اكيد مش عايزه القرار ده، لان هي عايزه تشتري لعيبه بمبالغ كبيره، لان عارفه ان المبالغ اللي هتدفعها في اللعيبه اكيد هترجع لها اضعاف اضعاف، لان الكره دلوقتي زي ما اتكلمنا قبل كده ان هي الكره دلوقتي بقت بيزنس اكتر، لانه يعني كل ملاك الانديه الكبيره طبعا كلهم ناس بتوع بيزنس، فعارفين ان هم بيجيب لعيب قد كده عشان عارف ان هو هيحصل على اضعاف اضعاف من اللعيب ده. وخصوصا ان رابطه الدوري الانجليزي اتكلمت وقالت ان كل ده عايزين القرار اللي هو بتاع تحديد سقف سواء اللاعبين او الوكلاء او الانتقالات او كل ده، عشان يحل محل القرار اللي بيتاخد دايما بقواعد اللعب المالي النظيف، واللي حصل واثر تاثير كبير جدا على ايفرتون، نوتنغهام فورست، وخصم منهم نقاط، لان في قانون الدوري الانجليزي ان اي فريق يحصل له خساره ماليه تتعدى ال 105 مليون جنيه استرليني في خلال ثلاث سنوات فيخصم منه نقاط، وده اللي حصل مع ايفرتون ومع نوتنغهام فورست. طيب يعني امكانيه التطبيق ده في دوريات اخرى بشكل غير رسمي، يعني يقال انه مطبق مثلا في الدوري الالماني باتفاقيات ما، ايه الفرق ما بين ده وما بين انه يتم بقانون؟ طبعا لان احنا بنتكلم عن اقوى دوري في العالم، يعني بنتكلم عن الدوري الانجليزي، يعني الدوري الانجليزي فرق كبير جدا ما بين الدوري الانجليزي والدوري الالماني، يعني حضرتك كان اكبر نسبه مشاهده في العالم هي الدوري الانجليزي. صحيح. يعني البريمير ليج اقوى كتير جدا من البوندس ليج، البوندس ليج نسبه المشاهده بتاعته لا تتعدى اكيد يعني نص المشاهده اللي بتحصل بالنسبه للدوري الانجليزي. طب نتكلم دلوقتي عن لعيبه كتير جدا، اسماء كبيره جدا، يعني كيبورد يعني حارس مرمى ايفرتون بياخد 125 جنيه استرليني في الاسبوع، نجمنا اللي بنفخر بيه كلنا نجم محمد صلاح 350 جنيه استرليني في الاسبوع. فدايما تكون انديه عندها لعيبه كبيره، لعيبه اسماء كبيره، اكيد حقوق البث بتبقى اعلى من الانديه الثانيه، اكيد
اكيد طبعا بتكون نسبه المشاهده ودي اكيد بتدر اموال كثيره على اللعيبه، لكن رابطه وده الدوري يفسر الانجليزي رفض قالت الأندية الكبيرة دي لهذا القرار عشان يعني تستمر في هيمنتها على الدوري الإنجليزي. طبعا عشان تستمر هيمنتها على الدوري الانجليزي وعشان يبقى في جاب كبير بينها وبين الانديه الصغيره، لان احنا شايفين دلوقتي ان الدوري الانجليزي حتى لغايه دلوقتي يعني دوري قوي جدا، محدش يعرف لغايه دلوقتي مين اللي هيحصل، في منافسه كبيره جدا، كان ليفربول ويعتبر الى حد ما طلع بره المنافسه، ارسنال ومانشستر سيتي، في انديه في الوسط خلاص ولا هتاخد الدوري ولا ريليجيت للشامبيونشيب، مش هتنزل للشامبيونشيب للدوري الدرجه الثانيه، لكن في انديه خلاص اوريدي نازله زي تشيفل يونايتد، لوتن تاون، بيرنلي، دي فلازم هم عايزين الانديه كبيرة عايز يبقى في فرق ما بينها وبين الانديه الثانيه عشان تفضل مسيطره على الدوري الانجليزي وتسيطر على البطولات، لان السيطره دي هتدر عليها اموال كتير جدا. كابتن ياسر، القرارات دي على الدوريات اللي بتجيب فلوس كتير قوي زي الدوري الانجليزي، طب احنا لو هناخد الموديل ده نطبقه عندنا في مصر هتبقى شايفه ازاي؟ طبعا عشان نطبق حاجه في مصر صعب جدا، خصوصا بالنسبه للدوري المصري. الدوري المصري عايز نظام، يبقى فيه نظام زي الدوري الانجليزي، الدوري المصري لازم عشان يعني حاله يتعدل شويه ويبقى احسن من كده لازم تبقى فيه مواعيد ثابته. احنا بنشوف الدوري الانجليزي مهما حصل مفيش حاجه اسمها عشان المنتخب، مفيش حاجه اسمها عشان اي حاجه، كل مواعيد معروف ان الدوري بيبدا يوم كذا وبينتهي يوم كذا، كل حاجه محدده من الاول، لكن احنا لازم ننظم، يبقى عندنا نظام في الاول في المواعيد، نظام ان الدوري هيبتدي امتى وهيخلص امتى، وبعد كده لما نحقق النظام ده في مواعيد الدوري نقدر بعد كده نحدد قرارات اننا هل الناحيه الماليه، لكن ما حدش يقدر يعني يختلف ان فعلا دلوقتي ان سقف يعني المصاريف وسقف انتقالات اللاعبين ان حصل فيه طفره كبيره جدا 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 جدا، سواء في الدوري الانجليزي او اي دوري في العالم ومن ضمنهم الدوري المصري. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن ياسر الشنواني، شكرا جزيلا على وجودك معنا. فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم مستنيين. وسام أبو علي اسم من الأسامي المنورة بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي في الدوري المصري في الفترة الأخيرة، ومفيش حد ما كانش بيتكلم عنه بعد ماتش الأهلي ومازيمبي والجول اللي جابه وطار كده في الهواء، والناس قالت لك ده زي رونالدو في ماتش تركيا والبرازيل في 2002، وقعدت الناس تتكلم عنه فترة كبيرة بعد الماتش وصوره ورجليه متعورة، كان يعني الحقيقة أداء عالمي منه في ماتش الأهلي ومازيمبي، وهو نفسه كان ليه تصريحات بعد الماتش إنه ده واحد من الماتشات الأهم بالنسبة له، وإنه يعني الماتش ده يعني أكيد مستقبله بعدها هيختلف بشكل كبير. مفيش شك إنه المحترفين وجودهم في الدوري مع اللعيبة المحليين بيخلق حالة كبيرة من المتعة الكروية والتنافسية الكبيرة في الدوري. في كلام كتير عن قرب التحاق وسام أبو علي بالمنتخب الفلسطيني اللي أصلا كان عامل ماتشات في يعني كاس آسيا ممتعة قدام فرق كبيرة جدا، فالحقيقة إنه يعني أكيد شيء عظيم جدا هذه الأخبار. خلينا نعرف كواليس ده من الناقد الرياضي أحمد رجوب، أهلا بيك مساء الخير، ويعني إزاي شايف الأخبار المتداولة عن قرب التحاق وسام أبو علي بالمنتخب الفلسطيني، وإزاي شايف أداؤه مع النادي الأهلي؟ هو فرض نفسه كرأس حربة في وجود كهربا ومودست بالأداء الكبير اللي هو عامله مع النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية مساء الخير إليك، مساء الخير لشعب مصر العظيم، والرحمة لشهداء فلسطين والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمسرى. بكل تأكيد وسام علي أثبت جودة أدائه في المباراة الأخيرة أمام مازيمبي، والتحاقه أصلا في النادي الأهلي هي مفخرة لكل فلسطيني، أنت تعلمين عشق الشعب الفلسطيني للأندية المصرية وتحديدا الأهلي والزمالك، فوسام أبو علي هو مثال جميل للشعب الفلسطيني ويعبر عن أنطوان الشعب الفلسطيني، وأيضا على تحديه وإصراره رغم أن وسام لم يلتحق حتى اللحظة
في منتخب فلسطين ولا في اي مباراه رسميه، ولكن في طور الالتحاق في 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 الشهر القادم تحديدا في مباراتي امام لبنان واستراليا المصيريتان اللتان ستحددان من سيرافق استراليا الى التصفيات النهائيه الى كاس العالم 2026، وفلسطين هي الاقرب للتاهل بالنقاط الموجوده. وسام ابو علي قدم اداء مشرف، يعني دعانا للفخر جميعا كفلسطينيين، وازال بعضا من المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولو لحظات بسيطة كما شاهدتي ممكن على صفحات التواصل الاجتماعي ثناء كبير من الجمهور الأهلاوي الفلسطيني تحديدا، وكيف شاهد الشعب الفلسطيني في خيام النزوح نصف النهائي، وكيف شجعوا وسام وشجعوا النادي الأهلي عندما ينتصر النادي الأهلي في العادة وفي الظروف الطبيعية. نشاهد السيارات والمركبات تحمل أعلام الأهلي تجوب في شوارع غزة وشوارع فلسطين، وكذلك عندما يتأهل الزمالك وأي نادي عربي. أنا بنفسي حضرت ماتش أهلي وزمالك في غزة قبل كده، وشفت مدى احتفاء الناس بماتش الأهلي والزمالك في غزة كأنك بتشوف الماتش في مصر. يا رب الأيام دي ترجع وترجع تعم المحبة والسلام تاني، والناس تعيش في سلام، لأنه الحقيقة ان انتوا جنود في كل مكان موجودين فيه في كل الظروف الصعبة الكارثية اللي بتعيشها الناس في فلسطين وفي غزة تحديدا هذه الأيام، قادرين ان انتوا تدوا وتمتعوا الناس بالشكل ده في كل مكان. يعني بكل تأكيد الشعب الفلسطيني حقه كسائر شعوب العالم في الحياة، حقنا في كرة القدم وكذلك في الاستمرارية في الرياضة. أنت تعلمين أن الرياضة الفلسطينية تعرضت لانتهاكات كبيرة، 256 شهيد، تدمير أكثر من 40 منشأة رياضية. يعني بعيدا عن الحديث عن هذا الموضوع، ولكن لنعطي وسام حقها الذي زرع وسام على قلوبنا في المباراة الأخيرة. نحن نعلم أن البداية مع النادي الأهلي لوسام أبو علي تعرض لإصابة ومنعته من تقديم مستوى عالي. نحن نطمح كفلسطينيين لمشاهدة مزيد من التألق لوسام أبو علي ولكل لاعبين المنتخب الفلسطيني المتواجدين في الدوري المصري وفي جمهورية مصر تحديدا، أيضا ياسر حمد الذي يلعب في الزمالك، وكذلك موسى فراوي الذي يلعب في البنك الأهلي. فنحن نتحدث عن وسام اللاعب الجديد الذي سينضم في الشهر القادم لأول مرة مع منتخب فلسطين، كان من المفترض أن وسام يلعب مع منتخب فلسطين في كأس آسيا، ولكن لتأخر رد الفيفا بانضمامه إلى المنتخب الوطني الفلسطيني، وسام أبو علي قد مثل منتخب الدنمارك بلد المولد في الفئات السنية، واحتاج إلى وقت وأوراق للفيفا، وهو كان يرغب ويريد أن يمثل منتخب فلسطين. وباب المنتخب الفلسطيني دائما، يعني كما صرح رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أنه مفتوح لكل فلسطيني أينما وجد وأينما ارتحل. فوسام أبو علي سيكون إضافة قوية جدا للمنتخب الفلسطيني ليضع مزيج من التطور الذي حدث والذي شاهدناه وشاهدتموه في كأس آسيا 2023 في قطر. وسام أبو علي سيكون مصدر إزعاج لكل الدفاعات التي سيلعب أمامها في آسيا، وهو يعني والمنتخب الفلسطيني بحاجته. سيكون برفقة ردي الدباغ، شهاب القنبر، علاء الدين حسن وباقي الأسماء، سيكون إضافة كبيرة وقوية للمنتخب الوطني الفلسطيني. ونأمل أن يستمر وسام أبو علي في تقديم مزيد من العطاء ومزيد من التضحيات من أجل منتخب فلسطين، وأكيد من أجل النادي الأهلي لإسعاد جماهير النادي الأهلي في كل مكان، ليس فقط في مصر، أيضا في فلسطين وفي كل الدول العربية والعالمية. فكل التوفيق للأهلي في النهائي، وكذلك للترجي إحقاقا للحق، لأنه ناديان عربيان فلا نستطيع صحيح نهائي عربي نادي قوي نادي، ولكن يعني نهائي عربي، ولكن دائما ما القلب يذهب نحو الأقرب، خلينا نحكي أو النادي الأهلي. أنت تعلمين حب وعشق الجماهير، وأنا يعني متأكد أن رغم الألم ورغم الوجع ورغم الويلات، أن جمهور الأهلي في غزة سيشاهد
المباراة النهائية للأهلي أمام الترجي، وستشاهدين الصور أن الكل سيفرح عندما ينتصر النادي الأهلي. كل التوفيق للنادي الأهلي، كل التوفيق لوسام أبو علي، ونأمل منه مزيد من التألق إن شاء الله. يعني شعب واحد والروابط اللي بيننا روابط ملهاش حصر ولا عدد، وده اللي لازم كل العالم يبقى فاهمه. وانا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى للمنتخب الفلسطيني كل التوفيق. شكرا جزيلا للناقد الرياضي احمد رجوب، شكرا على وجودك معانا، وبنبارك لكابتن وسام ابو علي التحاقه بمنتخب فلسطين، وكل التوفيق باذن الله. طيب احنا بقى في موسم الفسيخ والرنجة وكل الحاجات اللي هي بتاعت الاحتفال بأعياد الربيع وشم المصريين شم النسيم. والحقيقة ان احنا المصريين هنا عندنا عادات كده أصيلة موجودة من زمان. نحتفل ازاي بشم النسيم؟ عندنا طقوس خاصة جدا الناس كلها اعتقد يعني بقينا بنصدر الطقوس دي لحتت كتير، البيض الملون والفسيخ بأنواعه بقى ملوحة رنجة، كل واحد على حسب بياكل ايه. واي حاجه بتطلع جديده كل سنه بنشوف شويه تقاليع كده، لكن الحقيقه كل ده في جنب، وحب المصريين للفسيخ والرنجه والملوحه وكل الكلام ده، ده موضوع تاني خالص. كل سنه الناس بتستمتع بالاكل دي وبتقعد تستناها، ورغم اي كلام عن حالات تسمم او مشاكل ممكن تحصل في المعده بسبب فسيخ او يعني ملوحه فاسده او غيره، الناس برضو بتاكل. لكن احنا ازاي ممكن ناكل ده بشكل سليم، ونعرف ازاي لو لا قدر الله السمك ده فاسد؟ ونشوف كده المصريين كمان يعني اشتروا فسيخ ورنجة قد ايه، نعرف من الاستاذ محمد سعدة هيكلمنا اكتر عن كل اللي بيحصل في يعني السوق دلوقتي، والكمية الموجودة هتغطي اصلا لاحتياجات الناس واستهلاكهم في اعياد شم النسيم. خلينا كده نعرف التفاصيل. مساء الخير على حضرتك استاذ محمد سعد، اهلا بيك، سكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. اهلا استاذة هدير، وكل سنة وحضراتكم طيبين. الموجود في السوق يكفي الاستهلاك المحلي؟ لانه انا عارفه ان في حاجات معينه احنا كل سنه بنستوردها بشكل كبير زي الرنجة وغيره. لا، بالنسبه انا بقى يعني الاصناف الموجوده لشم النسيم الفسيخ والرنجة كلها متوفره في الاسواق. الرنجة عندنا بتبقى مصنعه محليا، عندنا الفسيخ موجود ده اصلا صناعه مصريه، موجود ومتوفر بكميات كبيره. كان احنا في محافظة بورسعيد كان في الناس اللي كانوا عاملين المقاطعة على السمك، صحيح، نتيجة الارتفاع الأسعار بتاعته. احنا كانت الغرفة التجارية تدخلت في هذا الأمر يوم الحد اللي فات، وعملت اجتماع موسع مع جميع الأطراف، وفي النهاية وصلنا إلى معادلات كويسة جدا، وابتدت الأسعار تنزل في السوق ابتداء من يوم الثلاث اللي فات، وانتهت المقاطعة وأصبحت الأسماك متوفرة. وطبعا من ضمن الحاجات اللي كانت رفع الاسعار كان الفسيخ، لان حضرتك عارفه قبل شم النسيم بيتسحب كميات بالذات من السمك البوري عشان يتعامل منه الفسيخ. هو كيلو الفسيخ بيتراوح من كام لكام في السوق؟ فندم، كيلو الفسيخ يتراوح من كام لكام في السوق النهارده؟ يعني كيلو الفسيخ بيتراوح من يعني من 100 ل 120 جنيه في السوق. معلش، لو عندك نصايح معينه للناس وهي بتشتري الفسيخ والملوح على وجه التحديد، عشان مسألة ان كل سنة بنشوف الحالات اللي بتحصل من تسمم بسبب الفسيخ او الملوحة او غيره. لا، انا طبعا بقول للناس انها تشتري من الاماكن المعروفة، الاسواق المعروفة، من المحلات اللي هي موجودة في اسواق السمك على مستوى مصر كلها، لان دي بتبقى الرقابة الصحية متابعة وشايفة ومراجعة كل الاصناف الموجودة، وعاملة رقابة صحية على الأسماك المعروضة من الفسيخ ومن الرنجة. فأنا ما أعتقدش أن المحلات دي أبدا بتخالف. ما حدش طبعا حد يشتري من أماكن غير معلومة، من أي مصدر غير معلوم، من زي ما بنقول من بير السلم يشتروا أي صنف من الأصناف ويقولوا أن السمك فاسد وكده. لا، أنا بقول لهم وبنبه يعني كل الناس أنها تشتري من الأماكن المعروفة. متوسط استهلاكنا تقريبا كان قد ايه السنه اللي فاتت، واحنا جاهزين بقد ايه السنه دي؟ يعني المصريين بيشتروا قد ايه فسيخ ورنجه في شم النسيم؟ لا، انا ما عنديش العدد او الكميه بالظبط، ولكن المصريين كلهم بيشتروا، يعني في جميع المحافظات بتاكل الفسيخ
في رمضان، انما في موسم شم النسيم، انما الكميات قد ايه لا يعني ما عنديش الرقم اللي اقدر اقوله لحضرتك يعني. عظيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجاريه المصريه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا استاذ محمد سعده، شكرا جزيلا. طيب واحنا بنتكلم عن الفسيخ والرنجة نروح للبطيخ، والحقيقه دي فتره برضو الناس بتبقى مستنيه البطيخ، والصيف اساسا اول ما يدخل انت تفتكر البطيخ على طول، ومن ايام ابتدى موسم حصاد البطيخ والناس طبعا ايه ابتدت كده تشوف البطيخ اخباره ايه والاسعار فين الكويسه والجوده هتبقى اخبارها ايه. طب احنا في ناس برضو على الناحيه الثانيه بتتكلم على انه لا البطيخ بيعمل مشاكل وكتر الاكل من البطيخ بيعمل مشاكل، واصل حصل مشاكل في كذا حته من البطيخ، فاحنا نفهم كده المحصول السنه دي اخباره ايه من استاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبه الخضار والفاكهه بالغرفه التجاريه. اهلا بحضرتك، والمحصول السنه دي اخباره ايه ويكفي لانه المفروض ان احنا كمان بنصدر بشكل كبير. اهلا وسهلا بحضراتكم وكل الساده المشاهدين وكل متابعيكم اينما كانوا يا فندم. اهلا بحضرتك. احنا طبعا دوله منتجه للبطيخ، واحنا عندنا اكتفاء ذاتي من البطيخ، محصول البطيخ، واحنا بنقول ان احنا المنتج بتاعنا امن 100%. لولا المنتج بتاعنا امن ما كانش فيه دول زي اوروبا وزي دول الخليج وكل دول العالم تاخد من عندنا منتجات زراعيه وتحديدا البطيخ. واحنا بنقول لكل اهالينا كل واحد ياخد بطيخ ويبقى حريص كويس جدا وهو بيشتري البطيخه، ياخدها من مكان كويس موثوق فيه، البطيخ ما بيتعرضش للشمس لفترات طويله، لازم يبقى فيه داخل البطيخ يبقى في مكان فيه ظل، لان طبعا البطيخه بتبقى يعني لو عربيه واقفه في الشارع في الشمس فيها بطيخ ما يشتريش منها. لو عنده مبيعات المشهد ده موجود على طول. لا هو الباعه الجائلين اخواتنا واهالينا هم بيبيعوا عندهم مبيعات. لو حد عنده مبيعات وهو بيبيع وعنده كل يوم المنتج يعني طازه وصابح لا ناخد منه وانا قلبي مطمئن، لان هو ما عندوش حاجه بتبقى متواجده او سوء تخزين او حاجه ما شابه ذلك. لكن احنا بناكد احنا بنزرع ما يزيد عن ال 110 الف فدان، بننتج حوالي متوسط انتاجنا 1,500,000 طن ب يعني نسبه تقريبيه 330 مليون بطيخه سنويه مقابله للزياده. ابرز المحافظات اللي بتنتج بطيخ هي محافظات بني سويف، البحيره، كفر الشيخ، دمياط، اخيرا اسوان. طبعا في توسعات في زراعه البطيخ، في عندنا بعض المحافظات اللي ما كانش فيها يعني زي اسوان تحديدا وابو سنبل بالذات. فالنهارده احنا عندنا بطيخ بيجي كمان بشايره يعني مبكره، ولكن الان البطيخ لسه بشاير. احنا بنقول لاهالينا واخواتنا وكل المواطن المصري اللي جاي هيبقى ازيد في الكميات وهيبقى بالتالي عندنا اتاحه اكبر، دي تنعكس على السوق باستقرار ثم انخفاض تدريجي يشعر بالمواطن. يعني لسان حال الناس هنا يقول لك طب احنا اللي بنصدره حاجه واللي موجود حاجه تانية، مواصفات التصدير حاجه واللي موجود حاجه تانية. حضرتك ترد على ده بايه؟ وازاي المشتري يتاكد من جوده البطيخ؟ لانه حضرتك اكيد متابع يعني ده في مواصفات طبعاً جوده واختبارات معينه تتعمل للبطيخه علشان اقدر اعرف البطيخه كويسه ولا لا. ده حقيقي، ده حقيقي يا فندم، وانا باكد كلام حضرتك بقول لسيادتك احنا كل المنتجات الزراعيه اللي بتخضع لرقابه وزاره الزراعه والحجر الزراعي هي كلها منتجات هي السوق المحلي زيها زي اللي بتصدر تماما، لان احنا اللي بيصدر هو من داخل الارض اللي بينزل منها للسوق المحلي. يعني انا ما عنديش منتج في محاصيل متعاقد عليها للتصدير ولكن الاغلب والكميات الاكبر هي نفس الانتاج نفسه كل واحد وزراعه واحده. ولكن احنا بنقول البطيخه اشتريها البطيخه اللي هي المتوسطه، ما تشتريش بطيخه كبيره زياده عن اللازم او صغيره زياده عن اللازم، اشتري البطيخه اللي هي صبحه اللي هي العنقود بتاعها اخضر لسه طازه. اللي هي اخرها تبقى البطيخه كم كيلو يعني اللي هو ما يبقاش الحجم يعني احنا بنتكلم في الثمانيات كيلو سبعات من 6 كيلو لغايه 10 كيلو ده المتوسط. اشتري البطيخه دي وانت قلبك مطمئن. احنا بناكد على ان البطيخ بتاعنا كل سنه في هذا التوقيت بتطلع بعض الاشاعات ان مسرطن اللي البطيخ بيجيب اسهال، ده سوء تخزين. البطيخ والخوخ دايما كل سنه عليهم نفس الكلام، ده هم متهمين كل عام، ولكن احنا بناكد بان البطيخ اللي بريء حصل يعني ما بيبقاش السبب يعني ما فيش اي مشكله وصلنا لها. ايه اللي حصل؟ ليه ممكن حد يتعرض لنزلات معويه بسبب البطيخ والخوخ؟
هو لا، احنا بنأكد على ان سوء التخزين وان البطيخ بيقعد فترات كبيره في الشمس، فبالتالي بيحصل تحلل البطيخه من الداخل. فحضرتك لما او اي مواطن يجي يتناولها بيحصل له بعض التقلصات او الاسهال، فبالتالي يقول لك ده البطيخ ده مسرطن او البطيخ ده مسمم. لا، هذا غير صحيح. احنا بنأكد المنتج بتاعنا. كلمه كبيره قوي موضوع البطيخ مسرطن ده، دي كلمه كبيره قوي يعني. هو ما هو كل سنه بيطلعوا لنا اشاعات، ولكن احنا هل ده لو احنا يعني لو احنا البطيخ بتاعنا في حاجه؟ دول اوروبا كانت خدت من مصر، دول الخليج كانت خدت من مصر، العالم كله احنا بنصدر للعالم كله منتجات زراعيه، وعندنا فائض كبير جدا. احنا يعني الخضار والفاكهه عندنا فائض منه، وبنصدر لكل دول العالم. احنا في زراعات حديثه وزراعات متطوره، يعني احنا عندنا الحمد لله رب العالمين اكتفاء ذاتي، وكل اللي عندنا بيصدر ده زراعات حديثه وزراعات متطوره تخضع للرقابه، تخضع للحجر الزراعي، سلامه الغذاء، كل ده لازم نطمن اهالينا ونطمن الساده المواطنين، لان البطيخ تحديدا هو موسم كل الشعب المصري بيحبه، هو مهضم، وطبعا احنا داخلين على درجات حراره مرتفعه، فبالتالي انا عندي حته جبنه مع بطيخ مع خوخ مع عنب، طبعا ده بيبقى الشائع لدى المواطن المصري، لكن تحديدا البطيخ والكنتالوب كله ده امن 100%، وكل اصناف الخضار والفاكهه ما عندناش اي مشكله فيها، احنا عندنا اكتفاء ذاتي. ولكن بنقول لاهالينا تحديدا البطيخ دلوقتي احنا لسه بشاير، يعني الكميات قليله شويه، فبالتالي الناس الايام اللي جايه هيبقى عندنا كميات اكبر، الاتاحه تكون اعلى، في السعر يكون اقل، السعر طبعا بينخفض تدريجي على اليات العرض والطلب. واحنا بنأكد على الساده المواطنين ان البطيخ السنه دي هو اعلى جوده، يعني حضرتك لو انت خدتي بطيخ من عند اي حد هتلاقي السنه دي مذاقه مختلف، لان السنه دي يعني دي كده ملاحظات حضرتك على واحنا لسه في اول الموسم الحصاد على الحصاد السنه دي، انه في جوده اعلى من السنه اللي فاتت. ايه كمان؟ إن لأن كانت درجات الحرارة الحمد لله رب العالمين كانت فيها استقرار، والحالة الجوية كانت ملائمة للمنتج نفسه، فبالتالي أنا عندي طبعا المنتج طالع كويس وطالع فيه يعني حاجات كويسة وحاجات مبشرة بالخير. ولكن بنقول لأهالينا صبرا، احنا دلوقتي داخلين على معدلات انتاج أعلى وإتاحة أكبر، فبالتالي الأسعار تنخفض ثم تدريجيا يشعر بها المواطن. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا، دايما خليكم معانا. كل سنة وإخواتنا المسيحيين بخير وصحة وسعادة ومحبة وسلام دايما يا رب. النهاردة الجمعة العظيمة، وبكرة نحتفل بسبت الدور، وبعده الاحتفال بالأحد القيامة، ويعني ده اليوم السابع من أسبوع الألام. وإحنا تعودنا كمصريين إن إحنا بنحتفل بكل العادات والتقاليد اللي مش موجودة في أي حتة تانية في العالم. خلينا كده نروح مع حضراتكم في قراءة للأصل التاريخي للعادات، عادات الاحتفال وطقوس الاحتفال وأهم الأماكن اللي بيتم زيارتها. وكنا بنتكلم عن الأكل، فكمان نتكلم عن أهم يعني الأكلات اللي بيتم تناولها في العيد مع دكتور إيفيان بولس أستاذ الإرشاد السياحي. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وانت طيب، ويا رب دايما في خير وسعادة ومحبة وسلام. عايز أعرف من حضرتك الجمعة النهاردة ليه تسمت الجمعة العظيمة، وليه سبت النور؟ الموضوع ده حكايته جت منين؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وكل الشعب المصري بصحة وسلامة. وحضرتك احنا عندنا فترة أعياد، الفترة دي بدأت بعياد تحرير سيناء 25/4 وعيد العمال، وقريبا نحتفل بعيد القيامة المجيد بعد بكرة، وعياد الربيع وشم النسيم، وربنا يكتر الأعياد إن شاء الله. هو الفكرة إن الأسبوع ده كله اسمه أسبوع الآلام، بدأ من يوم الأحد الماضي. كل يوم ليه طقوس عند المسيحيين، وليه أكلات معينة، وليه احتفالات معينة. يوم الحد اللي فات بيطلق عليه أحد السعف أو أحد الشعانين، أو زي ما بنقول عليه أحد الخوص، ده تذكار دخول السيد المسيح إلى أورشليم.
واستقباله كملك في اورشليم. الناس تسلقت النخل وقطعوا اغصان الزعف وتم استقبال السيد المسيح. عشان كده اعتبارا من يوم السبت بالليل اليوم السابق لحد الزعف، الناس بيحرص المسيحيين على شراء السعف وعمل اشكال متنوعه وتيجان واساور، وبتفضل الحاجات دي يعني بيحضروا بيها القداس يوم الحد، ويتم مباركتها بماء مقدس وبتفضل في البيوت لغايه العام اللي بعده كده. يوم الاربع كمان عندنا حاجه تهم الشعب المصري خالص وعاداته وتقاليده. يوم الاربع اسمه اربع ايوب اللي هو كان اول امس. اتسمى باربع ايوب عشان تشابه قصه النبي ايوب البار وصبره واحتماله على امراضه لغايه لما تم شفائه من ربنا. ده بيتشابه مع الام السيد المسيح واللي اوشكت على الانتهاء بموته وقيامته بعد ذلك. احنا بقى اليوم ده بنعمل ايه؟ يتزامن احتفال اربع ايوب ده بظهور بشاير زراعات القمح، فدايما سنابل رقيقه خضراء بتظهر بنعمل منها حاجه اسمها عروسه القمح. دي بنعملها او هي مجموعه من السنابل بنعلقها، واكيد حضرتك شفتيها وسائل المشاهدين شافوها، بتعلق على المنازل وعلى البوابات، بتفضل طول السنه لغايه السنه اللي بعدها وبتجلب الخير في البيت لغايه السنه اللي بعدها. الحاجه كمان الجميله وما نقدرش ننسى نقولها ان احنا يوم اربع ايوب بناكل فريك. سبب اكل الفريك لانه بيقال ان الفريك صلب وقوي زي صبر ايوب على البلاء اللي ربنا ابتلى به. برضو عندنا في الصعيد حاجه اسمها الرعريع، حتى لو النبات ده ليه اسم علمي بس هو معروف عندنا في قرى الصعيد وبحري اسمه الرعريع ايوب. ده نبات اخضر يعني لغايه النهارده بتزرع في صعيد مصر، الناس بتشتري الرعريع ايوب ده وبيستحموا بيه وبالذات الاطفال الصغيرين، وبيقال ان هو بيشفي من الامراض الجسد وخصوصا الامراض الجلديه، ويقال ان هو ده الزرع اللي استخدمه سيدنا ايوب عشان يتخلص من الامراض اللي عنده. اهل سينا وتحديدا اهل العريش عندهم عاده غريبه قوي، اعتبارا من يوم الثلاث اللي هو يسبق اربع ايوب، الناس بتتوافد شيوخ ورجال ونساء واطفال للشاطئ وبيستحموا كلهم عشان عندهم اعتقاد ان سيدنا ايوب البار شفي في هذا المكان. وبيقولوا ان من تغرب عليه الشمس وجسده مغمور في الميه دي بيشفى من اي مرض عنده خصوصا الامراض العضال اللي ما بيبقاش ليها علاج. نيجي لامبارح خميس العهد اللي بيطلق عليه طبقا يعني الاعراف المصريه، الناس حرفت الكلمه من خميس العهد الى خميس العدس. عشان كده كل المسيحيين بيتناولوا العدس في يوم الخميس. النهارده بقى الجمعه العظيمه، وده طبعا يوم يعني يوم ما بيتكررش عند المسيحيين طوال السنه، يوم حزين جدا اللي هو التذكار بتاع صلب السيد المسيح. بناكل ثلاث حاجات مهمين: الفول النابت، الطعميه، ورق العنب. الفول النابت لان من الشيء الصلب تخرج الحياه، حبه الفول بتبقى ناشفه وبتخرج منها الحياه. الطعميه دائريه، الطعميه طبعا قرص الطعميه مدور بيرمز الى الحجر الدائري اللي كان محطوط على قبر السيد المسيح بعد دفنه. ورق العنب كمان ليه رمزيه عندنا لانه هو دايما بيشبه الكفن اللي تم تكفين فيه السيد المسيح بعد تطييبه وقبل دفنه، ونفس اللفه دي بتاعت لفه الكفن. واخيرا بكره بقى ان شاء الله سبت النور او سبت الفرح او سبت القيامه، كل الناس بيتوجهوا للكنائس بالليل وبيحضروا القداس احتفال بعيد القيامه ونهايه فتره الصيام، وبيرجعوا بقى للبيت كلهم بياكلوا اللحمه بعد يعني فتره كبيره قرابه 55 يوم الصيام الصيام الكبير، ويوم الاحد بقى مظاهر الاحتفال والخروج والفسح. ويعقب ده طبعا الاحتفال اللي بيحتفل بيه المصريين كلهم والخاص، ودي عادات مصريه قديمه، شم النسيم وتناول الفسيخ والبيض والملانه والبصل وكل الحاجات اللي احنا عارفينها دي كلها. كل سنة وحضرتك بخير وكل المصريين بخير وصحة وسعادة دايما. شكرا على الشرح للأصول التاريخية لكل هذه الطقوس الاحتفالية لأسبوع الآلام. شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور إيفيان بولس أستاذ الإرشاد السياحي، شكرا جزيلا. نروح مع حضراتكم لفيلم السرب، والحقيقة أنه من بداية ما التيزرز ابتدت تتعرض والناس اتشدد بشكل كبير للفيلم، لانه الانتاج لاعمال وطنيه ضخمه ده يعني كان بقاله فتره ما بيحصلش، والحقيقه الناس عايزه تشوف ده، ويعني ايرادات الافلام بتقول كده، يعني شباك التذاكر بيقول كده. ان احنا بنتكلم على ثلاث ايام تقريبا من عرض السرب، النهارده اليوم الثالث تقريبا، بيقولوا النهارده عدى الاربعة مليون جنيه. ده كمان مع اقبال العائلات، وده موضوع بقى تاني، انه عيله بحالها تروح تشوف الفيلم.
إقبال الأجيال الصغيرة على النوع ده من الأفلام، الأفلام الوطنية، ده شيء مهم جدا إنهم يشوفوا اللي كان بيحصل والتاريخ القديم والتاريخ الجديد، التاريخ المعاصر، لأنه لازم يقدم ليهم من عين بتفهم، ويقدم بقى بشكل كبير مليان عناصر إبهار، لأنه الأجيال دي مطلعة على كل السينما العالمية، فمش هينفع تبهرهم عادي كده، لازم تبقى عمل قوي وقوي جدا زي السرب. خلينا نشوف مع حضراتكم ونرجع نكمل كلام. برضه اللي بنخلصها. انتوا مين بقى؟ انا الامير ابو اسعد الحمراوي، امير المؤمنين في دارنا وخليفه المسلمين اللي جاي. انا اللي بامر وبنهي. هتفتح على نفسك ابواب جهنم. توكلنا على الله. انا اللي بامر مني احيي واميت. العربيات تبقى خردة بالسلاح اللي عليها. أنا جاهز يا فندم. الله 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 على خزنتك. اللي فيكم عايز يسلم نفسه لكلاب النار اللي بره يغور. منين من مصر يا علي؟ أنا مش سيد. والله لا شرفت. الشخص هذا نصاب. الله أكبر. أنتوا هنا لإسعاد وإمتاع الأخوة المجاهدين. لازم العالم كله يعرف إن العشرين مصري اللي ماتوا يوم أهلي مش هشتكي. كل إرهابي على إيده نقطة دم مصري ما يطلعش عليه صبح. تعرف إيه عقوبة الخيانة في الإسلام؟ والله عندنا في الإسلام عقوبة الخاين القدس. أنتوا عندكم إيه الأخبار؟ زي ما هتروحوا كلكم زي ما إن شاء الله هترجعوا كلكم. إن احنا نمتلك كوادر فنية تقدر تقدم جودة كبيرة جدا من الأعمال الفنية، وده اللي بيزود وبيأكد الريادة الفنية المصرية دايما. يعني بنشوف مجموعة من ألمع ويعني أكبر النجوم في الفيلم، وده بالمناسبة أكيد بيشد الناس أكتر للفيلم. وجود كوكبة كبيرة من النجوم في فيلم واحد، ده بيعمل إقبال كبير على الفيلم. خلينا نروح للناقد الفني محمد نبيل. أهلا بيك، وإزاي شايف فيلم السرب وتقديمه بالشكل ده، بالإبهار ده، بالتقنيات العالية دي، وإقبال العائلات على الفيلم في السينما؟ مساء الخير، وكل سنة وانتم طيبين، وكل إخواتنا الأقباط بألف خير. يعني أنا الأول لازم أحيي قبل الكلام ممكن عن الفيلم توقيت اختيار الفيلم نفسه، توقيت طرح الفيلم في دور العرض. يمكن الواقع أو القصة أو الحكاية اللي بيرويها للفيلم وبيتركز حولها هي الضربة الجوية اللي قامت بها القوات الجوية لمعسكرات داعش وتنظيم داعش في ليبيا بعد ما قاموا بإعدام 21 حدث الأليم طبعا قبطي مصري في شهر فبراير. الحقيقة أنه بالتزامن مع أعياد المسيحيين في الوقت ده، طرح الفيلم فيه ذكاء شديد جدا، لأنه بيقول رسالة واحدة، بيقول إنه كلنا مصريين، مفيش فرق بين مسلم وقبطي. القوات المسلحة طبقا لتوجيهات الرئيس الجمهورية وقتها قامت واستنفرت من أجل الانتقام ومن أجل الثأر. فأنا بشوف إنه كمان توقيت الفيلم في الوقت ده وطرحه للعائلات المصرية، وإن الناس تروح تشوف في أوقات أعياد، صحيح، واحدة من بطولات قواتنا المسلحة اللي انتفضت زي ما انا قلت عشان تجيب حق مصريين في النهايه هم اخواتنا، وتم التعامل معاهم بوحشيه شديده. على مستوى تاني لازم برضو اوجه تحيه لقصور الثقافه في اكثر من 12 14 محافظه، تم طرح الفيلم باسعار يعني توصل ل 40 جنيه، وده سعر طبعا اللي عارف كويس اسعار تذاكر السينما دلوقتي عارف انه ده سعر مناسب جدا للعائلات، وان هم يقدروا
يروحوا ويتفرجوا على الفيلم باسعار طبعا كمان قليله. دي كمان حاجه لازم نقف عندها، لانه الفيلم ده تحديدا وقبليه يمكن كان في فيلم الممر اللي تم طرحه برضه من كذا سنه، اعتقد ان هي افلام بتحرك الجانب التوعوي وبتحسه اكتر من هدف ربحي. يعني لازم يكون هنا الامر توعوي بشكل كبير، ويكون في رساله واضحه انه الناس زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمه تشوف البطولات القديمه والجديده للقوات المسلحه. والجيل ده على وجه التحديد، انا كنت بتكلم عن الجيل الصغير لما يدخل الفيلم، انت لازم تكلمه باللغه التقنيه اللي موجوده عالميا مش باقل منها، والا اقناعه مش هيبقى سهل. صحيح. طبعا الفيلم يمكن البرومو او التيزر الاول ليه تم الاعلان عنه يمكن من 3 سنين تقريبا، وكان في انتظار كبير لوقت طرح الفيلم وتاجيلات، انما انا بشوف انه ودي حاجه طبعا مش خافيه كمان على الكثير من المتابعين والمتخصصين، انه مشاهد الجرافيك بتاخد وقت طويل جدا في التنفيذ طبعا، عشان نقدر نوصل لتقنيه كبيره وعشان نقدر نوصل لدرجه من الاقناع تضاهي اللي بنشوفه في السينما العالميه. ده بياخد وقت وتحضيرات كبيره. الممثلين فيهم ناس خضعوا لتدريبات سواء على الاسلحه او تدريبات قتاليه، الممثلين اللي قاموا بادوار الطيارين فيهم ناس خدت تدريبات. يعني الفيلم احتاج تطوير وعلى مستوى السيناريو الوقت طويل، واحتاج كمان تدريبات شاقه جدا. اعتقد ان هي التدريبات اللي ادت في النهايه للصوره المبهره اللي احنا شايفينها في اعلان الفيلم دلوقتي. صحيح. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني محمد نبيل، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. فيلم السرب في السينما، تقدروا حضراتكم خلال الاجازه تستمتعوا وتروحوا تشوفوا الفيلم. كل سنه واحنا جميعا بخير وصحه وسعاده. فاصل ومكملين مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنروح لإنجي شاذلي معانا عبر زوم، وهي اول مصوره اكشن، يعني بتاخد بقى زاويه معينه، حركه معينه، تلقط الزاويه اللي ممكن يعني تبهرك وتوريك المشهد ده كان بيتصور ازاي. مساء الخير إنجي، اهلا بيكي، وعايزه اعرف الحكايه ازاي ابتدت. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيكي. كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بخير دايما. انا مبدئيا مبسوطه جدا انا مع حضرتك النهارده بجد، يعني انا مبسوطه جدا من امبارح وانا هم قايلين لي وانا مبسوطه جدا والله العظيم. انت منورانا. وعايزه اعرف اشمعنى اخترتي المجال ده، تصوير مشاهد الاكشن، وايه اهم الاعمال اللي شاركتي فيها؟ هو انا بصراحه اخترت المجال ده لان انا حسيت الموضوع مختلف شويه، مش طبيعي. انا عارفه ان هو الموضوع مش طبيعي شويه، بس انا كنت حابه ان انا اختلف عن يعني كمصور عادي، ان انا اخد المشاهد الخطر شويه اللي هي تبقى وان تيك، ما ينفعش ان هي تتعيد تاني. فكنت شايفه ان دي تحدي ليا جدا، ان انا مجرد ان انا اصور حاجه مش هتتعاد تاني وحاجه خطر، كان بالنسبه لي حاسه ان هي تميزني اكتر، خصوصا ان انا اصلا بحب الحاجات اللي هي فيها حركه كتير. صعوبه تصوير المشاهد دي ايه، وايه اهم اللقطات اللي انت شايفه ان انت يعني نجحتي لما اخذتيها؟ يعني انا من الحاجات اللي صورتها كان طبعا الممر واستاذ احمد عز، وكان هروب اضطراري واستاذ احمد السقا، وكان معايا او يعني معايا اكتر من حاجه كده، كلهم مش هقول ان هم كانوا صعبين، بس هم كانوا ممتعين جدا ان يطلع المشاهد بالشكل ده بالاحترافيه دي. فانا الحقيقه كنت مبسوطه جدا في الوقت ده، ومبسوطه ان انا باخد المشاهد دي كلها، خصوصا ان هي حاجات مميزه جدا في كل فيلم فيهم، لان هي الممر طبعا كل حاجه فيه كانت خطر، هروب اضطراري كان تقريبا عملنا كل حاجه ليها علاقه بالاكشن برضو في الفيلم ده، فدول اكتر فيلمين الحقيقه اللي كان فيها مشاهد كبيره. ايه الدراسات اللي ساعدتك شويه انك تقدري توصلي لانك تعرفي تصوري المشاهد دي بشكل احترافي؟ يعني عملتي ايه ولا الموضوع موهبه؟ لا هو بصراحه هو الموضوع موهبه معايا وانا صغيره شويه، بس كان تصوير عادي. بس لما بدات احس ان انا عايزه اعمل كيان جديد او شكل جديد للموضوع، بدات ان انا اصور كل المشاهد الخطر اللي موجوده في السينما، بس انا بصور الكواليس بتاعتها كلها، تجهيزاتها، بكل حاجه، لان هي يعني بنشوف المشهد في مثلا في دقيقه، لكن الحقيقه ان احنا المشاهد دي احنا بنصور يوم كامل بتجهيزاته، بمعدات، بحاجات كتير جدا، في ديتيلز كتير جدا بتحصل جوه المشهد اللي بيتشاف في دقيقه ده، بس هو فعلا احنا بناخد وقت طويل جدا. بس هو الموضوع بالنسبه لي كان هوايه،
وقعدت شويه كده يعني ذاكرت شويه وبدات اقرا شويه عشان اعمل شويه ابديت كده لنفسي فكمل. انت اصلا دراستك ليها علاقه بالموضوع ولا لا؟ خالص، انا اصلا كمبيوتر ساينس، بعيد خالص عن الموضوع. بعيد تماما. اكتر صور صورتيها وكان عليها تفاعل بشكل كبير؟ هو هي اكتر صور بصراحه كانت الاستاذ احمد السقا، يعني استاذ احمد السقا يعني كل صور ملك الاكشن، ملك الاكشن في مصر كلها، فكل الصور اللي كنت بنزلها الاستاذ احمد السقا بلاقي عليها تفاعل مش طبيعي. ناس كتير بتبقى مبسوطه، اكيد انا ما بقولش يعني عن نفسي كده، يعني الناس مبسوطه طبعا استاذ احمد السقا وبصوره، وخصوصا كان ليه صور كتير جوه النار، يعني كان في صوره كنت مصورها له وهو في وسط النار حقيقي وهو ما هموش. عايزه اقول لك يعني هو كان واقف عادي جدا وخدنا الصوره بكل اريحيه. انجي بتمنى لك التوفيق. انجي الشاذلي، اول مصوره اكشن. شكرا جزيلا على وجودك معانا وكل التوفيق ليكي. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهارده. دايما يا رب اعيادنا وافراحنا واحده، وكل سنه وكل المصريين طيبين ودايما بخير. تصبحوا على الف خير، ودايما اشوفكم بخير. هذا البرنامج برعاية